انت ايه بس اللي خلاكي تروحي تقولين؟ الله، مش انت يا بنت اللي قلتي لي انا عايزه اشتغل؟ ايوه بس مش على طول كده، ده انا سايله لك هفكر وارد عليكي، تقومي تقولي له. لا يا حبيبتي، اللي عايز يشتغل ياما بيشتغل. بس انت مش فاهمه، الواد منعم لسه صغير، ما فطمتوش، وشغلنا بتاعتك دي يا اختي محتاجه لف وبرم، هسيبه يعني ولا اخده معايا واشيله واشيله بقجه؟ لا يا اختي، ما تفطميه معدوله وادي له امك تقعد بيه، مش رزقك برضك ده ورزق ابنك ولا ايه؟ ده لما قلت لها هتاخر ساعه بهدلتني، ما بالك لو قلت لها هقعد طول اليوم، دي تاخد مصاريني ما انت عارفاه. خلاص براحتك يا وزه، مش عايزه تشتغلي انت حره، الف مين تتمنى الشغلانه دي؟ الله خلاص خلاص، ما تبقيش حاميه كده، هشتغل. طب بصي بقى، احنا بنروح ناخد يا اختي البضاعه من ميمي وبننزل على المهندسين طوال. طب اسمعي، صباح الفل، هاخدها غموس، احكيلي. ها فهمتي اللي انا قلته؟ انا بس المهندسين دي بعيده قوي، ده انا قلت يعني يوم ما ننزل هنروح ميت عقبه ولا امبابه، ويوم يعني ما نبعد قوي نطلع على شارع السودان، لكن نطلع المهندسين ده صافه. يا اختي يا البت الفقريه دي، اقول لها مهندسين تقول لي ميت عقبه؟ كاتك واكسه، وانا هقعد مع بتوع امبابه يفصلوا فيا وينهدوا في قلبي على جنيه وجنيه وربع؟ كاتك نيله، هو في احلى بت من زبايد المهندسين؟ ده كفايه التكييف اللي انت بتبقي قاعده فيه يا اختي. انا يا بت، هو انت لما بتروحي له بيدخلوك يفتحوا لك التكييف؟ يفتحوه ده ايه هبله، ده شغال عندهم كده عمال على بطال طول النهار. المهم انت اول ما تدخلي الشقه تعملي نفسك مؤدبه وعينك ما تفضلش رايحه جايه كده في الشقه، ده صاحبه الشقه تفتكر انك حراميه وتشك فيكي. حراميه ده ايه؟ ده انا هفضل قاعده وحاطه عيني في الارض، ولا هبص يمين ولا شمال. لا يا حبيبتي، انا مش عايزاكي باصه في الارض، انا عايزه عينيكي دي في وسط راسك علشان في زباين حراميه. حراميه في المهندسين؟ انت بتقولي ايه؟ وعليا النعمه انت خايبه. طب اقول لك، انا كنت مره عند زبونه في المهندسين، دخلت شقتها، تقوليش يا بنت قصر، قصر والله العظيم، الولايه كمرت من قدامي ملايه قدام عيني كده. كمرت الملايه؟ اه والله. هو انت ايه خدتيها منها؟ هاخد ايه يا موكوسه، ما اقدرش، ده هي اللي تطلعني حراميه وتعمل لي جرسه في المكان، واخسرها كمان واخسر لقمه عيشي، ما ينفعش. غريبه، انا كنت فاكره بتوع المهندسين دول يا اختي معاهم فلوس مش محتاجين حاجه، طب بذمتك دول يسرقوا ليه؟ امال احنا نعمل ايه؟ وعليا النعمه انت خايبه. المهندسين دي يا بت مليانة بهوات، نسوان حلوة ورحتهم أحلى، بس هنقول إيه؟ من جوه هلا هلا ومن بره يعلم الله. كانت كواكسة الدنيا بقت كلها كده، مش قطيعة. بس هنعمل إيه؟ لقمة العيش بقى. إيه يا ميمي ده؟ أنا مش هاخد البضاعة دي. ليه بقى إن شاء الله؟ أنا موعدة ستة أجيب لها قطن محلاوي وفسكوس منقوش ومنقط، أقول لها إيه دلوقتي؟ ما هو الشغل كده، لازم بقى فيه حلو وفيه وحش. يا سلام، يعني انت عايز اشيل الشله دي كلها وانا عارفه ان نصها مش هيتباع؟ ما يا بنت الناس، لو الشغل الوحش ما تحفتش الحلو مش هيبان، انت اصلي جديده في الشغلانه. بص عليك يا مين، يعني لسه وجع دراعي وقت مضهر واشيل الشله دي كلها واتبهدل؟ تمسكني بقى من ايديا اللي بتوجعني. بس هو الشغل كده يا وزه. طب ما ينفعش يعني الشغل يخف شويه عشان خاطر مصلحه صاحب الشغل؟ عشان خاطر سواد عيونك بس، مش هتبقى كل مرة. ألم البقجة يعني؟ لمي، بس أهم حاجة ما تبقيش كاش خالص، كله قسط. الله، وافقت الولية عايز تدفع كاش، أقول لها إيه؟ أقول لها لأ؟ اتحاجي لها بأي حاجة، قول لها صاحب المحل متخانقة معاه ومش عارف أورد له فلوس، خايف أشيل فلوس كتيرة معايا وتروح البيت، أي حاجة، المهم تبيعي قسط. أنا عايز أفهمك الشغلانة، القسط ده هو اللي بيجري رجل الزبون. يعني كل ما تروح تحصل قسط تبقى لك حته او حتتين. ده في ناس بتبقى متاخره على القسط بتاعها وبتشتري عشان مكسوفه، وفي الاخر كله بيتباع والبضاعه ما تتركنش. اه فهم، ماشي، كله بالقسط يا اخويا، ما تخافش. بقول لك ايه؟ خش هات لي السلك كده من المخزن لحسن نسيته. الايه؟ السلك جوه في المخزن، هاتيه. استنى تشوف يا اخويا، ما السلك اهو تحت البقعه كده برضو. يا ميمي عليا انا الحركات دي، عايز تغرغر بيا؟ لا غرغر ولا حاجه، اعمل ايه بقى؟ ما انت مش عايزه تبصي لي بص حتى وتبص على المخزن. يا ميمي يا ميمي، قلت لك اصبر، الصبر جميل يا اخويا. حاضر، ادينا صابرين يا اختي. يلا اسق عجل انا بقى. سلام سلام، باي باي، تسلا. شكلك هتتعبيني قوي يا وز. انا بحبك قوي يا توح، انا ما عنديش اخوات بنات، اخواتي الولاد كلهم بيضايقوني بيرخموا عليا. انا كمان بحبك قوي يا رشا، بحبك زي ما تكوني اختي او كمان بنتي. بقول لك ايه، احكي لك حكايه.
احكي لك حكايه ايوب ونعس. انت حكيتيها لي قبل كده. طيب احكي لك حكايه ابو زيد الهلال. ابو زيد الهلال مين؟ طب احكي لك حكايه ايه؟ طب ما تحكي لي حكايه صعيدي. حكايه صعيدي. طب اسمعي يا ستي. كان يا مكان في سالف العصر والاوان، وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كان في بنت حلوه طالعه للدنيا، وكان عنديها غيط كبير. يا بنت انت من ساعه ما جيت البيت معجز اختي وانا ما قدرتش اشيل عينيا من عليكي، وقلت في بالي معقوله في بنت حلوه كده في الصعيد. بزيدك بقى يا سي حسني. بزيد ايه يا بنت؟ انت ما عرفتش قيمه نفسك ولا ايه؟ ده انت احلى واحده في الناحيه دي كلاتها. صحيح والنبي يا سي حسني، انت شايفني احلى واحده؟ وانا بس اللي شايف؟ ده الناس كلاتها شايفه وبيجوا يتقدموا لي، بس انا بقول انك مخطوبه. بس انا مش مخطوب. امال عايزين اقول ايه على البنت اللي قلبي عشقها وهتجوزها؟ يا لهوي يا لهوي، بزيادك بقى يا سي حسني. ابوس على يدك، انا جدتي بتتلبش بكلامك ده ومفصلي بتسي. انا اللي جدتي قايده نار. عاد الشر عليك، ان شاء الله عدوينك يا سي حسني. خايفه علي يا بنت؟ انا بديك بعيوني. تسلم لعيونك، بس انا مش محتاج عيونك دلوقتي. انا عايزك تطفي النار اللي جايده في جدتي لحد ما بيع المحصول واجي اقدم لابوكي. يعني ما فهمش حديثك ده. ما فهمش ايه؟ طب تعالي لما فهمك في ودنك. أنا جيت؟ الحمد لله على السلامة يا ماما. يعني سيادتك مأخراني كل ده على شغلي عشان في الآخر أوصلك مسافة العمرتين دول؟ واد مامتك كبرت، وبعدين مش بقدر أمشي. ربنا يديك الصحة يا ستي. أقول لك على حاجة؟ أنا هرجع عقدك وأوصلك أنا البيت بنفسي، بدل ما تمشي شوية المترين دول. يا سلام يا أبو دم خفيف، لا أنا هقعد مع طنط عايدة وبعدين أخدها ونتمشى لغاية النادي. أنت بتزليني؟ وكمان هتتمشى لغاية النادي؟ يعني بتتمشى وقت غريب وبتروح نوادي. طبعا يا واد، انت فاكرني كسحت ولا ايه؟ اه طبعا بتمشى وزي القرده كمان، بس بصراحه بقى بصراحه انا بحب اقعد معاك شويه يا اخي. عايز اقعد معاك يا ماما. انا بقعد معاك يا ماما، وانا ورايا حاجه غير الشغل وانت؟ بعدين يعني انت بتحسسيني ان انا عندي 15 سنه بالحاجات اللي انت بتعمليها دي. يا قلبي انت طول عمرك هتبقى عندي عيل صغير، عمرك ما هتكبر في نظري. ماشي ماشي، بتحبي ناخد اي حاجه بقى لطنط واحنا رايحين؟ يعني ورد، بسبوسه، بتاع اي حاجه من الحاجات اللي بتتعمل دي؟ انت عامل فيك ايه؟ عامل فيك ايه؟ لا طبعا مش عايزين حاجه.